والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة. وشروق أماد، أهلا بك شروق. شكرا لكما سحر وأميرة، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين المصري والياباني والحرص على دفع وتعزيز العلاقات المشتركة بما يلبي متطلبات وأولويات التنمية في مصر ويرسخ العلاقات القائمة على المستوى الاقتصادي، استقبلت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، وبحث الجانبان موقف المشروعات القومية الجاري تنفيذها والمستقبلية في إطار الشراكة المصرية اليابانية، من بينها برنامج تنمية السياسات لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل ومشروع تنفيذ محطة توليد الطاقة الكهربائية من خلال الخلايا الفوتوفولتية بالقاهرة وتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو القاهرة الكبرى ومشروعات الري والمتحف المصري الكبير ومستشفى الأطفال الجامعي أبو ريش. في إطار الاستراتيجية العامة لزيادة الصادرات وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للزراعة والصناعة خاصة الصناعات الدوائية والكيماوية، تلقى وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت تقريرا حول مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لاستخراج الأملاح والمعادن من المحلول المر بشركة النصر للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، واستعرض الوزير المشروع بمراحله المختلفة وخطوات تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص والذي يهدف إلى الاستفادة من المحلول المر بإقامة مجمع صناعي لاستخراج الخامات عالية القيمة بطاقة إنتاجية مستهدفة سنويا تشمل خامات العديد من الصناعات الكيماوية والدوائية وغيرها، وكذلك تطوير منطقة الملاحة في إطار خطة التنمية المستدامة التي تشهدها شبه جزيرة سيناء. عقدت الغرفة التجارية بالجيزة مؤتمرا في مقر الغرفة حضره ممثلون عن الحكومة وعدد من الشركات الكبرى، وخلال المؤتمر أعلن رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أسامة الشاهد عن انخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية والمواد الخام في مصر، وذلك بسبب عدة عوامل أهمها استقرار سعر الدولار الذي أسهم بشكل كبير في خفض تكلفة الإنتاج وتدفقات النقدية الناتجة عن عودة المصريين المقيمين في الخارج وتحويلاتهم المالية إلى زيادة المعروض من العملة المحلية ما ساعد على خفض الأسعار. كان في مبادرة من القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تحرير سعر صرف الدولار إن المفروض الكلام ده ينعكس على الأسواق، وتولى دولة رئيس مجلس الوزراء هذه المبادرة بالتنسيق مع الوزراء المعنيين إذا كان وزير التجارة والصناعة أو وزير معالي وزير التموين، وحضرتك ابتدوا هذه المبادرة على أساس خفض الأسعار نتيجة تخفيض التكلفة اللي موجودة خلال الفترة اللي موجودة احنا فيها. احنا النهاردة في الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، وهي أولى المحافظات أو الغرف التجارية اللي تبنت دولة مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء وهي تخفيض الأسعار، وده بيأتي في إطار طبعا توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية إن المواطن المصري يشعر بالانخفاض الحقيقي اللي حصل في أسعار السلع. هنا بنتكلم على ثلاث أنواع من السلع، بنتكلم عن السلع الأساسية أو الغذائية والاستهلاكية، ودي انخفضت بنسب تتراوح من 25 إلى 30% في كافة الأصناف أو المجموعات السلعية. بنتكلم عن سلع معمرة أو سلع استهلاكية أو الأدوات والأدوات والأجهزة المنزلية، وكل رؤساء الشركات اللي كانوا موجودين النهاردة أو ممثليهم يتكلموا عن تخفيضات تتراوح من 20 إلى 25%. مجموعة خاصة بالأعلاف أيضا انخفضت أسعارها، وهنا بنتكلم عن سوق مهم زي الدواجن واللحوم، أيضا بنتكلم عن شعبة الأدوية والإفراجات الجمركية اللي تمت مؤخرا، يمكن الرقم اللي أعلنه مجلس الوزراء هو حوالي 8 مليار دولار إفراج جمركي تم في الفترة اللي فاتت. هو طبعا المبادرة اللي احنا عملناها ودي كانت أول مبادرة يمكن على المستوى العام بيحسها كل مواطن، لأنه طبعا كل المواطنين ما فيش غنى عن الخبز بالنسبة للحياة اليومية. احنا بدينا المبادرة لما بدأ السوق يستقر بفضل الله، وكانت ان دي وصل ل 24,000 و23,000، النهاردة لما يوصل ل 16,000 يبقى اعتقد ان فيه يعني مساحة واسعة
من الحركة في تخفيض الأسعار. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط خلال التعاملات مع تراجع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وسط علامات على تباطؤ الاقتصاد ومخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. وهبطت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 32% ليصل إلى 88.1 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 53% إلى 82.92 دولار. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 95% لتصل إلى 52.50 دولار للتر. وهبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 54% لتسجل 61 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات بعد أرباح متباينة من شركات كبرى، وتراجع المؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 24% متأثراً بخسائر في القطاعات للمواد الغذائية والمشروبات والسلع الصناعية. وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط بعد توقفات الإيرادات وتوقعات مخيبة للآمال من عمالقة منصات التواصل الاجتماعي الأمريكي ميتا الليلة الماضية. أكد البنك الدولي أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تهدد بوقف أو حتى تقويض بعض جوانب التقدم المحرز مؤخرا في معالجة التضخم العالمي. وتسبب هجوم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في تصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة، رفعت أسعار النفط إلى الارتفاع. وأعلن البنك الدولي في توقعاته لأسواق السلع العالمية أن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط تمارس ضغوطا تصاعدية على أسعار السلع الأساسية ولا سيما النفط والذهب. انتهت جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة، ومن جديد عودة للزملاء صحر وأميرة.